على بعد 160 كيلومتراً شمال شرق لندن تقع مزرعة ياكسلي هول التي يرجع تاريخها إلى القرن السادس عشر. هنا يعيش رجل الأعمال دومينيك ريتشاردز. أحب مزرعة ياكسلي هول بسبب تنوعها المعماري الفريد، فهي عبارة عن منزل من عصر سلالة تيودور مع إضافات أجريت في القرنين السابع عشر والثامن عشر. أقدم جزء في المنزل يعود عمره إلى 500 عام، وخلال القرون اللاحقة أضيفت إليه أقسام أخرى. أهلا بكم في ياكسلي هول. يعيش دومينيك الذي ينحدر من أستراليا في مزرعته منذ 12 عاما، حيث يتوفر له مكان فسيح. المنزل يحتضن 17 غرفة وتبلغ مساحة أرض ياكسلي هول 3 هكتارات. اشترى دومينيك المنزل عام 2001 واضطر لإعادة ترميمه وإعادة ملامحه التاريخية التي اختفت أثناء تحديث المنزل. كانت خطتي لترميم المنزل تهدف إلى جعل المكان يتحدث عن تاريخه بنفسه، لأن مثل هذا المنزل الجميل يجب أن لا يتخذ شكلاً آخر. لذا اعتمدت على الأرضية القديمة والمدفأة التقليدية والكسوة، واضطررت لتغيير الكثير لإعادة الطابع التاريخي للمنزل. العراقة هي عنوان ياكسلي هول، ولكن دون التخلي عن السكن المريح من خلال الأجهزة التقنية الحديثة. رغم تقديري البالغ للأثاث التاريخي، إلا أننا نعيش في القرن الحادي والعشرين، لذا فالمنزل مجهز بتقنيات حديثة كالإنترنت السريع وأجهزة الموسيقى والتلفاز، فضلاً عن اهتمامي كأسترالي بالحمام. كانت مزرعة ياكسلي هول حتى أوائل القرن العشرين من أملاك أسرتين عريقتين، وكان بناء المنزل متجانساً. وفي 1922 دمر حريق جناحين بالمبنى، وظل المنزل بمنظره حتى الآن. وتعاقب الملاك على المنزل حتى اشتراه المعماري الأسكتلندي سير بيسيل سبانس. صمم المعماري جناح الحديقة، وتميز المنزل بخصائص معمارية فريدة. جميع منازل سلالة أسرة تيودور بها غرفة سرية، وهي هنا الحمام. في غرف النوم توجد أسرة من القرن السابع عشر. ويفخر دومينيك ريتشاردز بشكل خاص بنافذة الحمام التي أعادها إلى شكلها الطبيعي بعد أن نزعها أحد ملاك المنزل قبل 100 عام. هذا أهم شيء فعلته في ترميم المنزل، لأنه بدون النافذة في الطراز القوطي سيبدو المنزل وكأنه يفقد جزءاً من طابعه التاريخي. فالنافذة تمنح الواجهة منظراً رائعاً وحيوياً، لذا عملت على إعادتها إلى مكانها الطبيعي. حقق دومينيك ريتشاردز حلمه في العيش قدوق بإنكلترا القديمة والتمتع بحياة عصرية مريحة.